مشاهدي الكرام، نتحول مباشرة إلى شرم الشيخ إلى مقر انعقاد مؤتمر كوب 27. إذن مراسل القاهرة الإخبارية معنا مصطفى عبد الفتاح. مصطفى، قصة لنا آخر مشاهداتك بشأن الاستعدادات. يعني ما زلنا في اللحظات قبل الأخيرة لانطلاق فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 والمقرر عقده أو انطلاقه صباح الغد. الآن مدينة شرم الشيخ أجرت جميع الاستعدادات لاستقبال الوفود الرسمية التي جاءت إلى هذه المدينة، مدينة شرم الشيخ المصرية، والتي استعدت على مدار الأشهر الماضية من خلال رفع كفاءة جميع المنشآت سواء السياحية أو الفندقية أو التجهيزات اللوجستية لجميع المقار التي ستستقبل أعضاء هذا المؤتمر الهام، هذا المؤتمر العالمي الذي من المنتظر أن يشهد مشاركة أكثر من 197 دولة بمشاركة تصل إلى 40,000 مشارك. هذه المدينة، مدينة شرم الشيخ التي عرف عنها السياحة الشاطئية هي مدينة السلام، الآن تتحول مدينة شرم الشيخ إلى المدينة الخضراء، ربما هي المدينة الأولى في الشرق الأوسط خلال الآونة الأخيرة. هذه المدينة تستعد الآن لانطلاق فعاليات كوب 27 بدءا من صباح الغد. إذا ما تحدثنا عن فعاليات هذا المؤتمر، ففي صباح الغد سيتم إطلاق فعاليات هذا المؤتمر بتسلم جمهورية مصر العربية لفعاليات كوب 27 من كوب 26 من مدينة جلاسكو، بعد ذلك يعقبها كلمات للسكرتير التنفيذي للأمم المتحدة للاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخ، وبعد ذلك من المنتظر أن يكون في اليوم الثاني من فعاليات هذا المؤتمر اليوم الاثنين فعالية أخرى، وهي انطلاق أو مشاركة جميع الزعماء وزعماء العالم الذين يتوافدوا على مدينة شرم الشيخ. أيضا هناك احتفالية أو فعالية ثالثة وهي يوم الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، وهو الاتفاق الخاص بالزعماء لعقد الشراكة أو عقد الاجتماع ذو الطابع الرفيع رفيع المستوى، هذا الطابع الذي سيشهد بعده إطلاق مخرجات أو ما تم الانتهاء منه هنا في مدينة شرم الشيخ أو في قمة المناخ، وذلك للانتهاء من هذه القمة العالمية التي ينتظرها العالم. الآن العالم كله يتجه نحو مدينة شرم الشيخ أو صوب مدينة شرم الشيخ لمتابعة قمة كوب 27، وذلك بهدف إخراج معطيات تعمل على الحل أو الحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي الموجود في العالم، نظرا لأن هذا الملف أصبح يشغل الكثير من دول العالم. لذلك نستطيع أن نوجز المشهد هنا في مدينة شرم الشيخ بأن هذه المدينة المصرية ذات الطابع السياحي تشهد الآن إقبالا كبيرا واستعدادات خاصة بهدف استقبال فعاليات كوب 27 في ظل توافد عدد كبير من الزعماء والرؤساء الذين توافدوا خلال الأيام الماضية ويوم الغد أيضا، وعلى مدار الأيام التي سينعقد من خلالها المؤتمر هناك مشاركات واسعة من كل دول العالم صوب مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في هذا المؤتمر العالمي. مصطفى، هل تحددت قائمة بالمشاركين من الزعماء؟ بالنسبة للمشاركين نتحدث عن البيانات الصادرة وفقا للدول. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت منذ فترة أن الرئيس الأمريكي سيشارك بالفعل في كوب 27. هناك أيضا رئيسة الوزراء البريطانية أعلنت أيضا عن مشاركتها. هناك العديد من الوفود الرسمية. نتحدث عن البيانات الصادرة عن كل دولة فقط. حتى الآن هناك مشاركات كبيرة لزعماء ورؤساء وصلوا بالفعل إلى مدينة شرم الشيخ، هذا أيضا بالإضافة إلى وصول عدد كبير من رؤساء الحكومات وأيضا الوفود الإعلامية. إذا ما تحدثنا زميلي تامر عن الوفود الإعلامية المشاركة في هذا المؤتمر، نستطيع أن نقول أن ربما هذه القمة هي قمة تشهد عدد تاريخي ومشاركة تاريخية للوفود الإعلامية المشاركة في عدد من الفعاليات أو عدد من القمم السابقة على أرض مدينة شرم الشيخ، خاصة وأن هذه المدينة عودتنا خلال السنين الماضية على استقبال القمم العالمية والإفريقية والشرق أوسطية والعربية أيضا. لذلك هذه المدينة أتمت الاستعدادات على أكمل وجه. سنتابع معك في الغد من مدينة شرم الشيخ المصرية. شكرا لك، وأنت مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك.